ناس بس تيجي تلملم فلوس. هي حتى يجيني واحد عادي، والله انا فقير وعندي شهداء اثنين وما عندي فلوس وما عندي راتب، تعال عيني. زي مثلا انا مفتح دار يتامى، التعيين للمتخصص لو لفقير ما له معنى. هو هاي اصل الفكره انه كنت عين وزير فقير او ابن شهيد او ابن كذا، هذا اسلوب خاطئ. كون تجيبه واحد بالعكس مليان شويه، ما يدور فلوس، عنده تخصص، عنده فكر، عنده سياسه، عنده اداره، تخليه بهذا المنصب. بس هي هيك الموازين اختلفت كلها. جمال الحياه ان تجد